سلام الله خم خزيان خبي وخزيان خرزة عدران عم خا خلقت عن خلته إديو إيو قصيدة عدران أطراية إثي خممطوية من ديانة بيثا قناشة إلى دير رماثة تسقوبة هل هذا خيها يرتبشت إلى ممطيثة قصيدة عدران أطراية متكستد آي سي آر سي ميقارتة جوليانة تيمورازي وشو عمل؟ سلام الله مشينا بطواطا اي بخ معرفتك يا نخ نعم ندى يوحنان من ناشط تسقوبة يا بشينا دخلت بغزايا حي مساعدة الجمعية الخيرية الآشورية رندل الحمد لله يعني توطيلة كسيد حاجات دي بيثة وكشكر خلي أن منظمة دي لك مولا لن هذا خمين دي ومباس تقواثة بعد تأخذ دابل وترجع لماذا تسقوبة يعني أول شيء سنقواثة أهم شيء داوي ثن أمان واستقرار يعني قزدوخ الأطفال دي يعني قزدوخ أخني اللي جيانا ما دبرين هذا خبقاود ماثا وبن مثواثا خنو وبار استقرار أهم شيء بس نقواثا الحمد لله يعني كل هم منظمات غذائية وآير الحمد لله والشكر ودور الجمعية الخيرية الآشورية وميقرتها جوليانا تيمورازي شكر أخرى يعني هذا جمعية كل شر عندك شكر أخرى بس بترابة شكرا منه سلام الله شينا مرحبا بشر اي بخو معرفتك يا نخ خليل وراها داود ناشط تسقوبة طبعا مهجرين حاليا من يوم ثلاثة يرخ 8 شهادة ريال فوق البعثر يا بشينا عمي دخلت بغزايا دور الجمعية الخيرية الآشورية ميقارتة جوليانا تيمورازي من أول يماثل تهجير الجمعية الخيرية الآشورية السباقة واوا قاود مساعدات دي المهجرين نازحين بناشد سورتي ذي ناشد سوراي ناشد دشته بالذات وناشد موصل وما اصدق واثا دا اتوخر اختوار ترجيع التسقوبة التسقوبة اكيد ولد بحاجة الى الخدمات طبعا المولدات الكهرباء لانه ولت لنا وقوة وطني الماية طبعا ماية اباري لي اكيد خدمات الخنة دي في حاجة لكل انسان الطرق خدمات المدارس تأهيل بناء المدارس يعني كبيرة ناس يعني وليس سنيق الخدمات اللي دايبة درجة ايش ودور اي سي ار سي ومقارة جوليانا تيمورازي تخيط بغزايا اكيد
أكيد طبعا دور المنظمات من ICRC وذلة تأهيل مشروع دآبار طالد ما يطالد تسقوبة تناش تسقوبة حتى دايبة داري أول يكون كحل مؤقت وقبل ما بار تأهيل المشروع الرئيسي. بس هي مرحبا. بس شكرا. سلام الله شينا خالتو إيه بخم عرفت أجيانك أهلا وسهلا أنا إلي شوعك يوسف حنا من بطناي يا بشينا ودا إيه كي واتوتا بغاو تسقوبة شينا خالتو دخلت بغزايا حي مساعدة الجمعية الخيرية الآشورية سعودا خاصة والله كريم وقينين بسمته دخلت بغزايا حدور الجمعية الخيرية الآشورية ومنظمة ICRC وميقرتة جوليانا تيمورازي طاولي يعني كيزو خلين كم قدري لنواي وقيانين بسمتا وما سنقوا هذا التوخ ونختب تسقوبة ميمن ده مجمدة لتان طباق اتي غسالة لتي واي فرخني يعني ليف سعود من عشو الله كريم شويثة ما شويثة بعد لي وخش قيل شو من دي بسمتا رابا شكرا
شلام اللو اهلا مشينا ايه بخ معرفتك يعني او سمولي توما مناش تسقوبا يا بشينا نخيط بغزايا اي مساعدة جمعية الخيرية الاشورية متكستد اي سي ار سي ميقرطة جوليانا تيمورازي جيني بسمتة وبسمة جيني كبيرة وبسعودة مبغضاقاي واني اللي بيوالا شبكة مايا تسقوبا جيني بسمتة وما سنق واثة دا اتوخن ما تسقوبا والله بس كهرباء الي مايا ومستلزمات البيثة لان ولي كل يقنيو وما بعمل التجمعية الخيرية الاشورية واي سي ار سي ميقرطة جوليانا تيمورازي جيني بس سمته وعلى شوق لي وعلى مريخ بعمري مساعدين كبيرة بس سي مرابع شكرا جنوب شلام اللو بشينا طوال إيه بخو معرفتك يالو أنا فاهمي وراها ميخا من ما تتسقوبة يا بشينا نخيط بغزايح أي مساعدة جمعية الخيرية الأشورية متكسد أي سي أر سي ميقرطة جوليانا تيمورازي والله شكرا لك كبيرة أي منظمة كم سعدة لن بن مساعدة طاو أخني بدخم بيل حيل بن موقف طاو كل سباق دي أمان دي زلي يعني خمندي حيل طاولة طالب مساعدة شوق عوائل كل رجعي ما تدي وما سلق واثة دا التوخر ما تتسقوبة والله انت كبيره شغلات دا تامه يعني منظمه دي لصعود نقاول مايا تامه بيش لنا خص عقانا كهربائي له بلكي يعني خازي حكم شغلات خلنا هم سعدي لنقاو وما بمت الجمعيه الخيريه الاشوريه شكرخ لك كبيره حيل حيلك شكرخ لك الجمعيه الخيريه الاشوريه وكل كوادر دياد مساعد لي باي من دي لكم سعدي لنقاو بس سي مرحبا بس سي شلام الله شين التواثة إيه بخو معرفتك يعني أنا شميرون هرمز عيسى يوسف قاقوس عشيرة بقاقوس كمري يا بشينا دخلت بغزايا حي مساعدة نجلة خيرية الأشورية ومنظمة اي سي ار سي ميقرطة جوليانا تيمورازي يعني بس ما منظمة جمعية الحركة الأشورية ويا بغدامة مثلا تسقوبة لأن عوال ديادير مثلا ويا مسعود كبير ناشو سنقوات ناشا انا اول كنت خاص نقوات هالشكل اللي خاص اللاج اللي خاص اني نتغازي خاص طباخ خاص مجمد لا كنت خاص نقوات هالشكل اللي وما بمت لجنه خيريه الاشوريه يعني دخيله بسعود طلوخ الراي ما بمت تيايد شكرنا كبيره وقيني بسماء وماثا كلك شكرا لتقدم دي اخذ من تيتا ماثا سنقواثا بعد ما اتخن دوت ورجي اخته سنقواثا كنت قال حسب سنقواثا دي يعني أودك سنة قمت مجمدة طباخي له ثلاجة له مجمدة له قسم سنقواتها بيتها كامل سنقواتها طخمي له ما طخمي له وأثاث ماذا كله تقريبا زلة يعني قنوي لي بس بك يا نخ شكرا مشينا
شلام الأخذ؟ بشينا حبيبي بشينا. إيه باخ معرفة تجينا؟ إيه أنا إير شوي من ما تسقوبة. يا بشينا. دخلت بغزايا حي مساعدة جمعية الخيرية الأشورية منظمة ICRC ميقرت جوليانا تيمورازي. جيني بس متولي لي من قصور والحمد لله والشكر علي واللي صحة وعافية وستر وليلي من قصور منن كبيرة. وما أصدق واثة داء التخن وترجع الماث تسقوفة. شو مدي لتي بيش لاخذ ثلاجة لاخ خفرين لاخ مجميلة لاخ غسالة شو مدي لتي بيش حتى فرفوري دي كله إلي يشقي لي حودي إلي يشقي لي حشقي لي حودي إلي تويرح تويرح لا هم دوش قلبش ليلي بعد حتى دواشق يشقي لي حتى بطانيات حتى لحيف شو من دي لتي بيش. ما بمت لجنة خيرية وتمنظمة ICRC جوليانا تيمورازي دي ليم سعودة وخندها جيني بس متو ألايا واللي ومريم عذراء إيوالي وسترالي وكلي جيني بس متو وممنونين مني واللي ليم قصور منن بس ما جيانا خالتو حبيبي شكرا. سلام عليك. بشينا. يبقى معرفتك يعني. طلال ميخائيل داود من ماثة تسقوبة. يا بشينا. دخلت بغزايا حي مساعدة لجنة خيرية الأشورية منظمة ICRC ميقرتة جوليانا تيمورازي. والله الحمد لله كل من دي ليه موفور وجينا بسمته وليلة مقصور من تسقوبة. وما أصدق واثة داء التوخن أخ ترجع لماثة تسقوبة. تسقوبة يعني اللي يبقى مولي إن شاء الله كل من دي براجع بيشطم قميثة وكل من دي متوفر إن شاء الله. وما بمت لجنة خيرية منظمة ICRC ميقرتة جوليانا تيمورازي. أجينا بسمته ولينا بقصور مناشو إن شاء الله دومية الطريق زالي. بس فك يعني. شكرا يا رست. شلام ألوخ. بشينا. إيبوخ معرفتك يعني. أنا أديب شعي أجيبو من ماثة تسقوبة. يا بشينا. دخلت بغزايا حي مساعدة منظمة جمعية الخيرية الأشورية ومنظمة ICRC وميقرتة جوليانا تيمورازي. والله مساعدات طاولة يخش مساعداتك ومساعدين وغني بحاجة وكل من دي يعني بيت أنا وسبيقة اللي بشم دي ماني يعني واني شكروا الله أنكم وين حاجات طباخي لي وميز وكراسي وبحاجة وخليه وحاجة مش كبيرة يخش حاجة مجمدة وبحاجة مجمدة حاجة بساطات حاجة قريولات كبوخلان يكبوها من بيت المطبخ كبوخلان كبير حاجة يعني بيت وسبيقة ما أصنق واثة داء التخمة وترجع لما تسقوبة والله بس كهرباء لتم بس بليل بيومك كبخان كهرباء كبخان موليد الله كبخان مولدات ومايا ليلة صبي كبخان مايا صبي وما بعمل لجنة خيرية أشورية منظمة ICRC ميقرتة جوليانا تيمورازي والله شكرها كبير لجنة خيرية أشورية ومنظمة ICRC كبيرة يعني جهودية كبيرة حيل طاولة حيل حيل يعني مساعدة ناش ماتة كبيرة مساعدة ماتة والله بس مجيانو شكرا بس يمس Thank you.
شلام الله شينا بابي إيه بخ بعرفتك يا نخ أنا وسهلا جو خو عاصمة شابة فلفل يا بشينا خلت دخلت بغزايا حي مساعدة جمعية خيرية الآشورية منظمة ICRC بقرطة جوليارتي برازي كل شطوطة ما شاء الله ما دولتو على خلف اللوخن واخنيرك محتاج خاين من أمان يعني بالأخص داك محتاج ثلاجات أمان منزل بيثة مخ شكل زوالي شدز الاستوى يعني هركب خلنا تستوى خلنا مخ طباخات لأن مال البيثة كلك مشقليله سبق البيثة شو مدي لبشليب محتاج أجهزة مايا يعني أهم من دي مايا لقي بدها كهرباء كثيب ليله الحمد لله والشكر محتاج سلامة توخ وما بمت لجنة خيرية الأشورية منظمة ICRC ميقرتا جيانتي مرازي على خالف اللي وشكرا جزيلا مني وملك مقصر بقاول ليلة مقصور ما دولي على خالف الله يعني هاي مبادرة طيبة لمني مبادرة طوطة بس ما جانا خالتي بسين بابي شكرا حبيبي خزيانا نخبي وهلا خب مطايا الختامة خلقت الاديو ممطوية من ديانة دهيرتا قبنا يعمن قصيت عدران دقاطرايم متكسد ICRC ميقارتا جوليانا تيمورازي سبورو لنقو خلق ياتا خينك وشوبانا خينك وشبشينا